تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني وأخواتي متابعي قناة تربية الغنم في شمال إسبانيا أبو علي، تبارك الله عليكم. شوفوا غادي نبيعوا إن شاء الله بحول الله الخرفان، سنا الحليب ها أنتم راه مازال صغار، عندهم 40-45 يوم كاع الغلاظ إن شاء الله غنبيعوهم. ما كاين لا غلاظ هنا لا والو. هذا هما النعاج اللي حزنا لهم الاولاد ديالهم دابا اللي غنبيعوه ان شاء الله، واللي غليظ راه غادي نبيعوه، واللي باقي رقيق راه غادي يبقى معمو ان شاء الله. دابا درت لهم العلف، درت لهم جوج بالات ديال العلف، هادو راه كيدوزوا لهم تبارك الله اكثر من 15 يوم، لان كل وحده فيها ما بين 600 حتى 700 كيلو. شوفوا النعاج تبارك الله والدين قداشنا هما. هاد العلف هذا راه فيه الفصاغ، فيه التبن، فيه الصوجة، فيه السيكاليم، شمندر، فيه الدرا، داك الشيء مطحون وم امبريسي تبارك الله. عزيز على الغنم كتموت عليها، عزيز عليها بزاف. سكو 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 سكو، ها انتم الغنم راه والدة تبارك الله، وكتبان بحال ماشي والدة، لأن التهلو هو كل شيء. سكو بانت ليا واحد النعجه بحال خارج الرحام ديالها. واحد النعجه مسكينه خارج ليها الرحام ديالها، خاصني نشدها ونردو ليها ان شاء الله. راه هي فينا هي مسكينه، هذيك خاصنا نشدها ونرد ليها الرحام ديالها ان شاء الله. ما خارج ليها بزاف، خارج ليها غير شويه وباقا غير صغيره، هاي خارج ليها الرحام ديالها. سبحان الله العظيم، حليب تبارك الله، النعاج الدروعات ديالهم زينين ما شاء الله. خرفان هما هادو اللي عزلنا، احنا لصقنا لهم طانقه دابا، طانقه راه هي لصقتها لهم. دابا غيجي الكاميو ان شاء الله وغادي يدي الخرفان اللي راهم غلاض. هاد الخرفان الصغيورين كيمشيو للريستوراس الغاليين، لان باقيين ما كلاوش كاع العلف، واكلين غير وشاربين غير الحليب، ما كلاوش كاع العلف نهائيا. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النعجة دابا هادي راها مولفة، كتجي للحاشية حدايا باش تاكل من داك الشيء اللي كيكون زين. بحال دابا أنا راني جالس في الفصة هنايا، راني حاضي الفصة، البرسيم ما يسمى بالبرسيم باللغة العربية الفصحى، وبالدارجه ديالنا كنقولوا لها الفصه، وهنايا بالاسبانيه سميتها الفالفا. ديما راها كتجي حدايا وكتاكل داكشي اللي كيكون حدايا، عارفه غنكون انا حاضي شي حاجه اللي غتكون مهمه، راه تضرب ليها شي عضيضات ديال الفصه بصحتها وراحتها. الغنم تبارك الله راه سارحه في واحد الحقل ديال واحد الحصيده اللي راها حصدوها. ماكس كيت غنوريكم واحد الفحل عن سيركا ان شاء الله، عن قرب. بغيت نقول لكم عن قرب، قلت لكم عن سيركا، عن سيركا هي سيركا هي عن قرب بالاسبانيه. زقا ماك زقا هو واحد الفحل، ها واحد اخر كيهد على واحد النعجه. سبحان الله العظيم، تلقيح ناتورال هنايا، عادي كيتلقوا الفحوله مع الغنم، كيتزاوجوا عادي لمده ديال شهر، مده ديال شهر و25 يوم صافي، وكنعاودوا نعزلوهم ان شاء الله بحول الله، كندخلوهم للكوري
كنعطيهم العلف الممتاز على حسب اللياقه البدنيه ان شاء الله بالنسبه للتزاوج للمرحله الجايه. وهذا هو وهذه هي مرحله التزاوج هنايا بالنسبه لهاد الغنم اللي كتشوفوا كامله. ما كاينش عندنا التلقيح الاصطناعي نهائيا ولا الاسفنجه ولا كما ذكرت لكم. بالنسبه للاسفنجه والتلقيح الاصطناعي كيستعملوه الغنم ديال الحليب اللي كيبغيو يضغطوا عليها باش تولد لهم في واحد الوقت اللي يكون محدد، كيحسبوا لها الوقت اللي خاصها تولد فيه، خاصها تولد كيضغطوا عليها الجسم ديالها خاصو يكون كما نقولوا حنايا مستعمل الانسان اللي كيتحكم فيه. هذا هو اللي كاين والله اعلم بالنسبه لنا حنايا، الله اعلم. انا في النظريه ديالي لا يجوز الانسان يضغط على واحد البكمه ويعطيها واحد الوقت محدد ويولي يحدد ليها هو الوقت فين تولد وفين ما تولدش، وبالاصطناعي ماشي بالعادي. حنا كنحددوا ليها الوقت امتى تولد، ولكن بالتلقيح عادي تلقوا معاهم الفحوله من يكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده البهيم، تلقوا معاهم الفحوله كيتزوجوا عادي، كنعزلوا عليهم الفحوله وكنحسبوا لهم شحال غادي يتعطلوا باش غادي يولدوا، يبداو يولدوا لينا عاوتاني كنعاودوا نطلقوا الفحوله عاوتاني مع البهيم الاخرين اللي بقاو خاوين باش يعاودوا يعمروا. وهكا غاديه مرحله التزاوج ومرحله الولاده وغادي المشروع في تطور ولله الحمد. النعجه هذه راه ما خايفاش من ماكس، هو ماكس حداها لكن راه ما قايساش مع راني هنايا انا حداها تانا عليها الامان في امان الله، راه مامنه راسها مع راني قريب ليها. كل ما كنت انايا قريب ليها ما غاديش تبقى هنا تاكل بحدها هي ماكس هوايا ما يقدرش يقيسها، خليها تاكل شويه ديال الفصه مسكينه لان الخير موجود هنايا الحمد لله. وبغات تاكل ديال الفصه، بغات تاكل شويه ديال الفصه ما نحرموهاش منها، لان الفصه اللي كتكون هنايا في الجنب اكثر هي ما كتحشهاش الماكينه كتبقى. ستاتيكيتو هي راهي حزقه، النعجه راها طايقه فيا 100% ما خايفاش من الكلب. كنت عارفاني كنقول ليه راهي حزقه ما كنحرشوش عليها، راه جالسه كتاكل مسكينه. سبحان الله العظيم ستاتيكيتو. الخروفات اللي كيصيحوا راهم كاينين الامهات ديالهم معاهم. شبعات تبارك الله راه تبلطات. اشك بارك عليك كل ها تدو مازلتي ما شبعتيش. بارك الله عليكم اخواني واخواتي متابعي قناه تربيه الغنم، احبكم في الله جميعكم، تحياتي للجميع. نتمنى من الله تستافدوا من هذا الفيديو ان شاء الله بالنسبه على حسب التلقيح الاصطناعي والتلقيح العادي ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على حسب كتبان لهم الغنم كثيره كيقول لي انتم ضروري كديروا التلقيح الاصطناعي، حنا ممنوع عندنا التلقيح الاصطناعي منعا كليا الا التلقيح العادي. حنا عندنا الفحوله كنطلقوهم مع الغنم كيجيبوا معها واحد الوقت وكنعاودوا نعزلوهم ونعاودوا عاوتاني نطلقوهم وكنعاودوا نعزلوهم خمسة المرات في العام ولا ستة المرات. إلا كثرنا كاع خمسة المرات ستة المرات، ولكن ناتورال مينتي كنطلقوهم أربعة المرات في العام، أربعة المرات. كما كتشوفوا راه الفحولة كاينين مع الغنم دابا لمرحلة التزاوج، داك الشيء عادي ناتورال.